السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. خلال رئاسته للقمة العربية الإسلامية، ولي العهد يؤكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، سمو ولي العهد يلتقي عددا من قادة الدول العربية والإسلامية. تشكيل لجنة من المملكة وست دول عربية وإسلامية للضغط على المجتمع الدولي لوقف التصعيد في غزة. أهلا بكم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله رسالة خطية من فخامة الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله في الرياض اليوم رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية البرلمان عثمان بوغما، وذلك بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا راومبا. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رسالة خطية من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال لقائه اليوم معالي وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم في بلدكم الثاني وأن ننقل لكم تمنياته بنجاح أعمال هذه القمة. يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها شقائنا في فلسطين، وراح ضحاياها الآلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق مع شقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب. ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء. إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة
للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي. ولذلك فهذا الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. كما التقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. والتقى سمو ولي العهد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. كما التقى ولي العهد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الإسلامية، أكد أن القادة طالبوا بإنهاء الحصار وفرض إدخال قوافل المساعدات إلى غزة، كما طالبوا بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. أمام هذا الوضع الاستثنائي اجتمع القادة العرب والمسلمون في قمة مشتركة
بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإرسال رسالة موحدة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف. وقد اعتمد القادة بيانا يحتوي على عدة نقاط، منها العمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري. كما تطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، وكلفت أمانة الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللا شرعية واللا إنسانية. كما أكد وزير الخارجية على تكليف المملكة وعدة دول للتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة. كما كلفت لجنة مشكلة من عدد وزراء الخارجية ضمنها المملكة العربية السعودية بصفة رئاسة القمة العربية والإسلامية وكل من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإسراع والتعجيل بإنهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي في نتاجها إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام. تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وهذه مشاهدينا بعض المقتطفات من كلمات عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية في القمة العربية الإسلامية المشتركة. حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، ولكننا جميعا نرغب ونأمل في أن تكون الأخيرة. إن هذه القمة العربية الإسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني وكذلك التزامنا المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية. وفي قطاع غزة أكثر من 10,000 شخص أبلغ أنهم قتلوا وغالبيتهم قيل أنهم من النساء والأطفال والعديدون منهم ما زالوا تحت الأنقاض. يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع عدوان وحشي، بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة. وإن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر. لابد أن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار مباشرة، ودون وقف إطلاق النار فإن الوضع لن يتحسن. ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به. أتمنى أن يصفر هذا الاجتماع عن إصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني. ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية. ومن وجهة نظرنا فإن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية وضمان السلام العادل والدائم والطويل الأمد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. بعيدا عن مطالباتنا للدول الغربية وللمؤسسات الدولية وغيرها بتحمل مسؤولياتها، فهي لا تحمل سوى مسؤوليات استعمارية تاريخية قائمة على قمع ونهب الشعوب. الدعوة
للمجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف مؤسسات المدنية في قطاع غزة، ويتبع ذلك الوقف الفوري لأعمال الحربية. إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق مالي دون إبطاء. الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط. اليوم يجب أن نترجم إرادتنا والتزامنا إلى مواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة. كما أنه ينبغي أن يكون من أولويات أهداف هذه القمة الرفيعة المستوى العمل مع المجتمع الدولي والشعوب المحبة للسلام على دعم حلول جذرية للمأساة الفلسطينية. إننا أمام أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيداً تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل، ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي. لنكن واضحين، إن القانون الدولي يمنع ويحرم ويجرم قتل المدنيين الأبرياء. هذه المذابح لابد أن تتوقف. مشهد التدمير الممنهج، تسقط كل مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزنا، لا يردعها قانون دولي ولا ضمير إنساني. إن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تطبيقا للقانون الدولي. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذه القمة ينضم إلينا الكاتب السياسي الأستاذ بدر المقحم. أهلا بك أستاذ بدر معنا في هذه النشرة. إذن المملكة العربية السعودية تقود حراكا دبلوماسيا مستمرا منذ نشوب هذه الأزمة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حراك دبلوماسي توج باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية غير العادية، هذه القمة المشتركة التي استضافتها الرياض هذا اليوم. تابع الجميع أيضا هذه الكلمة المهمة التي تحدث بها سمو ولي العهد في افتتاحه للقمة حول رفض المملكة العربية السعودية لهذا العدوان وللتهجير القسري لسكان قطاع غزة، قمة بكل أجندتها تعمل من أجل إنقاذ الوضع هناك في غزة والعمل على إيجاد حلول لهذه القضية. كيف تابعت أصداء هذه القمة والتي اختتمت أعمالها مساء اليوم؟ مساء الخير دكتور هلال، ونشكر الحقيقة القناة السعودية الأولى على إتاحة الفرصة، ونشكر مشاهدي ومشاهدات القناة الأولى. الحقيقة أنه ما حدث هذا اليوم يعتبر الحقيقة يوما استثنائيا واجتماعا استثنائيا، حيث احتضنت المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض هذا المؤتمر، هذه القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية والتي تضم 57 دولة عربية وإسلامية، من أجل اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ما يجري من أحداث مأساوية في قطاع غزة في أرض فلسطين الحبيبة. سمو ولي العهد في خطابه أوجز هذا الموقف، وهذا الموقف الحقيقة ليس غريبا على حكومة المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة، فهي من الداعمين منذ قيام هذه القضية ومنذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. فمضامين خطاب ولي العهد الحقيقة أوجز هذا الموقف، الموقف السعودي الذي يعكس كذلك الموقف العربي والإسلامي، لأنه يركز الحقيقة على قضية الإدانة والرفض القاطع لهذه الحرب الشعواء،
التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والتهجير القسري، والتي دمر فيها يعني من خلال هذه الهجمة الكثير من المستشفيات ودور عبادة والبنى التحتية. كذلك طالب سموه في هذه الكلمة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. كما الحقيقة أنحب اللائمة على مجلس الأمن وفشله في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وهو يعكس الحقيقة ازدواجية المعايير في هذا الصدد. أخيرا ختم، وهذا هو الحقيقة المطلب الحقيقي لحل القضية الفلسطينية من جذورها، اللي هو المطالبة بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1997 من أجل تحقيق الضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة ودولها. فهذه المضامين الحقيقية جميل. هي أهم الجميع، وهي تعبر عن الموقف العام. نعم، وتعبر عن موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ تجاه هذه القضية. أيضا أستاذ بدر، من مخرجات هذه القمة أنه تم تكليف المملكة العربية السعودية وعدة دول أخرى للتباحث مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول ووقف هذه الحرب على الفلسطينيين في غزة. كيف ترى هذا الدور الذي ستقوم به المملكة العربية السعودية والدول الأخرى التي كلفت معها من أجل إيجاد حلول لهذا الوضع؟ نعم، هو ما أورده سمو وزير الخارجية من أن هناك اتفاق على تكليف مجموعة دول وفي طليعتها المملكة وسبع دول عربية، من بينها الحقيقة دول ذات كثافة سكانية إسلامية مثل نيجيريا وتركيا و أندونيسيا ومصر، لبلورة تحرك دولي من أجل مواجهة هذه الأحداث المأساوية التي تحدث في قطاع غزة، ومن أجل إقناع المجتمع الدولي بضرورة وسرعة الحقيقة التحرك لوقف هذا النزيف الفلسطيني الذي ليس له مبرر سوى الانتقام من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. فهذا التكليف بحد ذاته الحقيقة يؤكد على أن هناك ثقلا عربيا وإسلاميا سيتبلور من خلال تكليف هذه الدول الثمان التي من بينها المملكة، من أجل اتخاذ خطوات عملية وإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. طيب أستاذ بدر، هذه مواجهة هذا الحدث. نعم، هذه القمة وقراراتها التي نتجت عن اجتماع أكثر من 50 دولة استضافتها الدولة الإسلامية وعربية استضافتها المملكة العربية السعودية، كيف ترى تأثير مثل هذه الوحدة في الاتجاه وفي القرار تجاه القضية وأيضا هذه أو العدوان على قطاع غزة، وكيف سيكون هذا الدور مؤثرا في الضغط على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي من أجل إيقاف هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة؟ هو الحقيقة اجتماع القمة العربية الإسلامية الغير عادية، هو يحدث لأول مرة أن يتم هذا الاجتماع تحت سقف واحد، وهذا يدل الحقيقة على أن هناك إصرارا وتصميما من لدن الدول العربية والإسلامية لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن كافة العرب والمسلمين ضد هذا العدوان، وأنهم بناء على ذلك سيتخذون الحقيقة خطوات عاجلة لمواجهة هذا العدوان في المحافل الدولية، لا سيما وأن هذه الدول التي تمثل 57 دولة
عربية وإسلامية تشكل تقريبا أكثر من ربع أعضاء هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي هذا يعطي مجالا ومساحة للدول العربية والإسلامية للعب دور ملموس من أجل مواجهة هذا العدوان الغاشم. نعم، أشكرك الكاتب السياسي الأستاذ بدر المقحم متحدثا عن القمة العربية الإسلامية المشتركة والتي اختتمت أعمالها مساء هذا اليوم في العاصمة الرياض. شكرا جزيلا لك. تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. زخم دبلوماسي من أجل توحيد الصفوف وجمع الحضور على مبادئ الأمن والسلام بقيادة ولي العهد للتأكيد على رفض وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والعزل في قطاع غزة المحاصر. القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تعزيز التواصل والتنسيق، توحيد الصفوف وجمع الحضور على مبادئ الأمن والسلام تجاه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، عناوين بارزة للقمم التي تستضيفها المملكة أيا كانت طبيعة التكتل التي تجمعه طاولة القمم. قمة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية تحتضنها الرياض. زخم دبلوماسي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على الموقف الرافض لوحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، ورسالة قوية تؤكد على موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحفظ حقوق شعبها ورفض التهجير القسري. جهود المملكة لم تتوقف لتهدئة التصعيد في غزة، ودبلوماسيتها الحيوية تمتد شرقا وغربا وفي الأمم المتحدة لحقن دماء الفلسطينيين. المصداقية وموثوقية الكلمة والموقف قيم ارتبطت بالمملكة على مدى تاريخها، ما جعلها مرجعا في قوة التأثير إقليميا وعالميا، وحاضنة القمم الساعية للخير ومواجهة التحديات سياسيا اقتصاديا وأمنيا. جلالة والسمو، تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تسجلها صفحات التاريخ، مدعومة بقوة وسخاء المنح رسميا وشعبيا من أجل الأشقاء الفلسطينيين، وجهودها ومبادراتها من أجل السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. خلال رئاسته للقمة العربية الإسلامية، ولي العهد يؤكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، سمو ولي العهد يلتقي عددا من قادة الدول العربية والإسلامية.
تشكيل لجنة من المملكة وست دول عربية وإسلامية للضغط على المجتمع الدولي لوقف التصعيد في غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.